السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ تحذير مهم على عملة AI دوج. طبعا هذا التحذير ممكن يسبب بإزالة العملة من كوين ماركت كاب، وطبعا تحذير مهم ممكن يتم إغلاق البيع عن جميع المستثمرين. اما بالفيديو اصدقائي، بتمنى تضع زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد في عملات رقمية، ولا تنسوا تنضموا لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود في اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. طبعا اصدقائي، راح الفيديو يكون سريع جدا حتى اتكلم باختصار ويكون فيديو مختصر ومفيد. خلونا اول شيء اصدقائي نبدا بتحذير كوين ماركت كاب. اليوم اعلن اصدقائي كوين ماركت كاب على عمله ARB دوج، او بما يعرف بالAI دوج. طبعا المنصه او هاي العمله مبنيه على شبكه الاربيتروم، وموجوده على كثير منصات اهمها بينك اكس ومنصه اوكي اكس، وكمان موجوده على منصه MEXC. طبعا كوين ماركت كاب قال انه هاي العمله بتدعي انه عندها ضريبه للحرق، لكن بالحقيقه لم يتم فرض اي ضريبه على الحرق. يعني 15% اللي عم تاخذها منك العمله عن طريق اليوني سواب عم تروح لمحفظه اصحاب العمله، يعني ما في ضريبه حرق على العمله وما في حرق على العمله. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، بامكان العمله باي وقت اغلاق الشراء والبيع ال بي على عملة الاي دوج كوين عن طريق اليون سواب. نقطة مهمة، ممكن يتم اغلاق البيع والتفريغ على الناس، لان كثير من الاشخاص خزنوا من هاي العملة على تراست وليت وميتا ماسك. النقطة الثانية اصدقائي، انا قبل الفترة السابقة اخطأت خطأ كبير بصراحة، قلت انه عدد قطع العملة 210 تريليون قطعة، لكن للاسف انا كنت مخطئ بقراءة الارقام والقطع، وعدد القطع الصحيح هي 210 كوادرليون قطعة، يعني 210,000 تريليون قطعة، عدد مهول جدا من العملة. وبصراحة بعد ما تأكدت من عدد القطع، أنا بعتذر للأشخاص على الفيديو السابق عن عملة الـ AI دوج كوين، لأن بصراحة خطأ كبير مني. لهيك أنا بعدل وجهة نظري على عملة الـ AI دوج كوين، وبصراحة ما بتوقع العملة ترتفع بعد الارتفاع الكبير، لأن عدد القطع مهول جدا جدا، ممكن يتم حذفها من المنصات وتم حذفها من الكوين ماركت كاب في حال أعضاء العملة قاموا بإغلاق البيع عن طريق اليوني سواب، فهي بتكون عبارة عن عملية احتيال. لكن إلى حد الآن ما في عندي اي عملية اغلاق. اذا انت بتدور على هاي العملة او تضارب على هاي العملة، بتضارب على منصة بينج اكس او منصة MEXC او منصة اوكي اكس، بتقدر تداول سبوت وتضارب على هاي العملة، لكن ما بنصحك تخزن، لان العملة بصراحة عدد قطع كبير جدا مهول جدا، يعني تقريبا اكثر عملة لحد الان شفت لها هاي عدد القطع 210 كوادرليون قطعة، يعني ما في اي عملة مرقت علي من قبل بهاي العدد القطع الكبير. لهيك انا حاليا ما بتوقع اي ارتفاع للعملة بسبب هاي القطع الكبيرة. اصدقائي، نكون وصلنا هاي الفيديو، اتمنى الفيديو يكون اعجبك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. واذا تمتلك من هاي العملة على تراست وليت او ميتا ماسك، بتمنى تبيع هاي القطع وتنقل فلوسك على منصة وتشتري من هاي العملة على منصة، لاني بصراحة ممكن يتم اغلاق البيع على اليوني سواب ويفضل معك قطع من عملة الاي اي دوج كوين طبعا على العملة او على محفظة تراست وليت وميتا ماسك، وما تقدر تبيعهم لا هلا ولا بالمستقبل، حتى ممكن سعر العملة ينخفض وما تقدر تبيع بسبب اغلاق البيع على اليوني سواب. هيك بكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون اعجبك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس، تضغط على اللايك حتى تصلك كل جديد في عالم رقمي. مع السلامة، دمتم بخير.